يتجه كثيرون الى منصه تيك توك لنشر محتوى متخصص ومفيد لمستخدمي التطبيق من بينهم المسعف نصر طعامنا الذي استطاع جذب اكثر من 100 الف متابع لحسابه على تيك توك والذي يقدم فيه محتوى صحيا وتوعويا مساء الخير شايفين هاي العلامات يا جماعه هاي مش اثار ضرب ولا كدمات من خبطه ولا شيء ناس كثير ما بتعرف انه في بنات بتصحى بالليل ممكن يكون في على ايدها على رجلها نفس هذا المنظر ولما تسالهم بيقول لك ما بعرف يمكن ضربت بشيء انت كنت برحله وشفت واحد مولع وبركض في النار ويعني ما فيش معك طفايه شو لازم تعمل ثلاث شغلات اول شغله ستوب بنوقفه وما بنخليه يضل يركض لانه ما دام وهو بركض ما النار مولعه فيه شغلة الثانيه دروب بنخليه ينام على الارض بوضع افقي لانه طول ما هو واقف بوضع راسي او وضع عمودي النار رح تظل مولعه زي فكره الشمعه الشغله الثالثه رول بعد ما نيمناه على الارض بنقلبه او ندفشه يمين ويسار على الارض تمام الناس اللي عندهم احتقان في الجيوب الفتره الحاليه تغيرات الجو تعمل احتقان رشح فالناس بيصير في صوتهم غريب بحس صوتهم خنق فبدي اساعدك كيف تفتح الجيوب اذا ما كان معك بخاخ واذا كنت مضطر على محاضره وبدك تحكي تليفون او كنت في موقف معين ارحب بضيفي نصر طعام عبر سكايب للحديث اكثر عن المحتوى الذي يقدمه اهلا بك يا نصر هيو نصر مساء أه الخير نصر يعني بانكريم. في البدايه ربما احد اكثر الفيديوهات التي لاقت تفاعلا ومشاهده عبر حسابك على تيك توك هو فيديو طلب الماء الساخن عند الولاده حقق اكثر من مليوني مشاهده بجزئيه، لماذا يعني هذا الفيديو برايك لاقى مشاهدات مرتفعه عبر حسابك على تيك توك. يعطيك العافيه، بدايه رمضان كريم وصياما مقبولا وافطارا هنيئا لجميع المشاهدين. الفيديو بشكل عام لا اقبال لانه بتحس انه في في اعتقاد شعبي موجود عند الناس تشكل من خلال الدراما اللي احنا بنشوفها على التلفزيونات فدائما انا بحاول بالاي فيديو بدي اقدمه اشوف الناس على ايش بتبحث يعني الترند تبع الناس نعم. الشغلات اللي اللي احنا كبرنا يعني انا كبرت وزي ما حكاها الكاتب احمد خالد توفيق انه احنا نستحي نسال هذا السؤال نعم. فحبيت اني اقدم هاي المعلومه للناس طيب نصر يعني بالعادة المحتوى الطبي يعني بيحكوا أو بيوصفوا بأنه محتوى جامد شو وصفتك السحرية اللي استطعت من خلالها جذب أكثر من مئة ألف شخص على تيك توك تمام هلا المحتوى الطبي بشكل عام او التوعيه الصحيه هي يعني احدى مقومات الرعايه الصحيه الموجوده سواء في الاردن او برا الاردن ومن اصعبها لانها بتعتمد على تغيير السلوك واقناع الناس على تبني نمط او سلوك صحي يغير في حياتهم، فدائما تغيير الناس هو صعب. نعم. الان اهم شيء حتى انت معلومتك توصل وتقدر تجذب اهتمام الناس لازم تكون انت ماخذ من اكثر من مصدر، المعلومه لا لا تقبل الجدل. يعني بظبطش انا انزل معلومه وصير في عليها جدل بالتعليقات انه لا هي هيك وهي هيك نعم. هيك المتلقي راح يبلش يشك في الموضوع هي بتختلف عن المحتوى الثاني التوعيه الصحيه لانه هي رساله اعلاميه اما واحد واما صفر هي الناس جايه عشان المعلومه وليس جايه عشان السلوك اللي انت بتقدمه اثناء الفيديو نعم. فدائما احنا بنحكي بنقبل انه احنا نعطي معلومه طبيه خطا لكن ما بنقبل نعطي نصيحه طبيه خطا <applause> لأن الناس بتشوفك مصدر موثوق خصوصا المحتوى اللي انا بقدمه وكثير ناس بقدموه هو موجه للناس الغير دارسين طبيا يعني غير متخصصين طبيا فبدك تحاول تبسط المعلومه بطريقه <applause> يتلقاها الناس طيب. بنفس الطريقه اللي هم نصر بما انك فيها. بما انك حكيت بهاي الجزئيه اللي هي جزئيه الاختصاص هل يكفي <applause> يعني نرى الكثير من الفيديوهات منتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسعافات كونك انت مسعف متخصص ومنها فيديوهات منتشره عن الاسعافات الاوليه، هل يكفي انا كمحمد حتاملك كشخص غير مختص اني اشوف هاي الفيديوهات وأشاهدها هل يكفي انه يصير عندي مهارة لتطبيق هذه الاسعافات من خلال فقط مشاهدة مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تمام هلا أنا كشخص مخلص بكالوريوس إسعاف طوارئ، التخصص الإسعاف مبني على قاعدة اللي هي قاعدة ربانية: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". الآن الإسعاف بتطلب مهارتين أو بتطلب شغلتين من أي شخص: المعلومة والمهارة. كثير في ناس بيمتلك المعلومة لكن ما عنده القدرة يشتغل في إيده أو يقدم مهارة معينة، فممكن أنا أو أنت كأستاذ محمد تكون حافظ نعم. هاي المعلومة وعارف البروتوكول. وانا ما عندي المعلومه، فانت تيجي تنقلني اثناء الحدث انه انت لازم تعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك، فانت تساعدني. فهي عمليه تشاركيه هدفها انقاذ شخص. ففعلا الفيديو اذا حضرت انت فيديو ممكن يساعدك وممكن يعزز عندك المهارات غير موضوع المعلومات. نعم فانا مع انتشار فيديوهات الاسعافات الاوليه بشكل عام. طيب هل قمت نصر ببعض او عدد من المبادرات المجتمعيه في مجال تخصصك؟ بعيدا عن المحتوى تمام. على مواقع التواصل الاجتماعي مم. جميل هلا من ايام الجامعه يعني كنا مع نشتغل اعمال شبابيه ايام الجامعه كنا نحكي دائما قاعده اللي هي الاحتراق في سبيل الخير يعني الحياه للغير وما دمت تنوي الخير فانت بخير فاشتغلت انا اكثر من مبادره مجتمعيه اللي هي تقبل طبيعتي انا بينكم للاشخاص ذوي الاعاقه في اربد اشتغلنا على تدريبات الاسعافات الاوليه مع احدى المؤسسات في مدينه اربد والمفرق بشكل عام حتى في في البلد اللي انا ساكن فيه بحاول اقدم خدمات كدورات كتثقيف صحي كتوعيه عن امراض معينه العمل المجتمعي جزء مهم وهو ارث مجتمعي عندنا بالاردن وبالوطن العربي بشكل عام هو شيء تاريخي احنا استلمناه على اختلاف مسمياته في حدا بيقدم فن في حدا بيقدم طب العمل المجتمعي هو 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 الجزء الثاني اللي بيصقل شخصيتك وبيقدمك للناس بطريقه تخلي الناس تتقبلك وتتقبل معلوماتك فما دامك حي. انت مع الناس فالناس راح تاخذ المعلومه الصحيحه يعني منك صراحة ويتقبلوك كلام جدا جميل نصر سؤالي على الاخير <applause> وسريعا لماذا اتجهت <applause> نحو تيك توك هلأ انا بلشت بالبدايه بالفيسبوك بدايه من بدايه ازمه كورونا في البلد بلشت اشتغل على التيك توك على الفيسبوك واقدم محتوى عن موضوع وقاية العدوى وفيروس آه. كورونا وتقويه المناعه لكن انتشار الفيديو على الفيسبوك شوي بيختلف عن التيك توك تيك آه. توك اسرع تمام وبعطيك امكانيه انك تشتغل ايديتنج على الفيديو بعطيك وقت محدد على الفيديو بتشوف الناس هي محتاجه ايش على الفيديو ف... يعني انا بشتغل ما زلت على الجهتين فيسبوك نعم، نصر فيك. يعني اتمنى لك م. التوفيق وشكرا لهذه المعلومات وكل الاحترام للمحتوى ليس. الذي تقدمه